شنو حياكم حياكم. اي والله احنا كلنا مال اهل المحرق. كم سنه؟ احنا من ولدنا من المحرق، يعني مولودين في المحرق وعايشين في المحرق، يعني احنا واهلنا من المحرق. ولادتي ابوي في المحرق، يدي في المحرق. انا من المحرق. شو تحب؟ احب كل المحرق، انا احب البحرين لكن احب المحرق وايد لان ربيت فيه، عشت فيه، لعبت فيه. انا يعني من مواليد الخمسينات، يعني مواليد 59، فشفت المحرق، شفتها على يعني على حقيقتها عدل، يعني شفت كل شيء فيه زين. اي كله مال المحرق، كله صوب القهوه. عندي بعد صوره الوالد براوي، خليك تشوفينها. هاي صوره ابوي. وهذه وعلوه يسمونه تكسي مال الاول باصات الشفر. الحين كلها كوسترات، اول كلها باصات نفس ذلين. تيمور هذيك مع تيمور دائما يجي السوق يروح يروح بس من الصبح يجلس ينقل الان بس يحب كله يفتر. هذا بيت قديم مال محرق للحين موجود بس الحين اخذت الشيخ حمي رممته سوته وايد. المحرق وايد تغيرت لكن لا تزال يعني فيه البيوت القديمه وفيه العماير وفيه يعني للحين محافظين على هذه الاشياء، وهذه كلها يرجع ل يعني هيئه الثقافه، يعني هي مهتمه في الامور هذه كلش ومساندتنا في كل شيء، يعني هي تعطينا اهتمام وايد كبير وتدعمنا. يعني طبعا هي مو مساله ان احنا نخيط على اساس نصدر ونبيع، وهذه احنا المهنه على اساس نحافظ عليها ما تندثر ولا شيء. صار لي تقريبا 35 سنه. تعلمت من الناس اللي قبلي. واحد استاذ محمد هو اللي علمني ذي الشغله. لا احنا الاصل البحريني ما يتغير، طبيعتنا هالشكل من اول ما الله خلقنا عشنا في هالبلد، يعني الحمد لله ما تغير عندنا اي شيء. مثل ما يقول لك التعاون بعد ما مش احسن منا مثلا، لان الطيب يكسب كل شيء على المحبه. والله اهل وطيب وخير الحمد لله. وزايد بعد ما مش مثله، الله يرحمه، ما مش مثله، ما بيتعوض الله يرحمه. والله زايد بصماته في كل دوله عربيه. تنصت له الامه اذا حلت الازمات، تنصت له الامه اذا حلت الازمات، تسمع نصايح في المعاني مثيره. يهواك شعبك يا سليل المروات، يهواك شعبك يا سليل المروات، وكل العرب تهتف باسمك مشيره. للقائد اللي هله بالازمات جولات، ذخر العرب عند الامور الخطيره. للقائد اللي هله بالازمات جولات، ذخر العرب عند الامور الخطيره. وقبل تحيه شاعر صاغ الابيات الشيخ زايد ومن تسامه بخيره. وقبل من المحرق كثير السلامات، تهديك وفرات البحور الغزيره. وختمي وصلاتي عندما تتلو الايات على نبي معجزات كثيره. اهدي هذه القصيده الى سمو الشيخ خليفه بن زايد ومحمد بن زايد وكلهم عيال زايد. نعم نسوي النحل، الظفر ما يطلع من اللحم.